ولازم ما عندناش حق على حاجة أخرى بلا الفوز، لازم نفوز في المباراة هذه والمباراة الأخرين. بس حاولا نبدأ بالمباراة هذه إن شاء الله يكونوا لاعبين جزائريين قاع في المستوى باش إن شاء الله نفعوا رسالنا. المباراة اللي فاتوا ملعبناش مناح، انا نقول لك نحتاجوا لاعبين جزائريين كل ينجموا يعاونوا الفريق الوطني، نحتاجوهم. انا فريقي قاعد يلعب في لاكوب دافريك اورك دي لوكو السودان، وحتى تما كاينين لاعبين اللي يقدروا يعاونونا، مدرب او ثم ويشوف باش يدير الفريق المخير باش يربح ضد المغرب. هي الحاجه المهمه، انا نتمنى يكونوا لاعبين تاعنا كل واجدين باش يكونوا يمدوا 100%.